دعا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان في خطبة الجمعة بجامع الفاتح، دعا لاغتنام الشهر الفضيل في الاستغفار والصلاة والتعبد مع الأسرة الصغيرة داخل البيت. فحري بالعبد المؤمن أن يغنم خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يلازم الاستغفار ويكثر منه ليغنم عوائده المباركة وفوائده الجليلة، وهي كثيرة لا تحصى في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، وقد حبس الوباء أو خوف العدوى به أكثر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن العبادات الجماعية التي يجتمع لها، فكأنهم قد أدوها على ما اعتادوا، لأنه لولا الوباء لأدوها. إنه لا ينبغي لنا أن نقول قد حل بنا ما يشغلنا عن شهرنا المبارك، بل الحق أن نقول قد حل بنا ما يفرغنا له. وإنه لفرصة عظمى إبان بقاء الناس في دورهم وبيوتهم أن يحيوا شهرهم بالصلوات وقراءة القرآن وذكر الله وعبادته وتعليم أبنائهم. فإن من ظن أن الله لا يعبد إلا في المسجد والجامع وحسب فقد فرط في جنب الله وأساء الظن به، بل إن النوافل في البيوت لعظيمة الأجر بالغة الأثر. وإذا كان مقتضى الحال هو البقاء في الدور والبيوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأي امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة.